اللطم هو عبادة. عبادة. عبادة نعم. ما الدليل؟ الدليل ألولو. 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 هذا دليل على اللط. دليل قاطع. الدليل ألولو. كما جاء في حديث عن أبي حسن عبد الله ابن عبد أحمد سعد أنه قال: تريد الجنة أم تريد جائدة الدلية؟ شنو جائدة الدلية؟ هذه مكان في الجنة، ترى الماء ولا تشربه، ترى العنب ولا تعنبه، ترى البرتقالة ولا تبرتق لها شيئا. فإذا كنت تحب أن تدخل الجنة فعليك باللطم. ما أنواع اللطم؟ اللطم باليد، بالسيف، كما جاء في الذئب: ألطم بيدك فإن جاءت لك واستبهجت الدنيا بهجة فألطم بالسيف، فإن جاءت فعليك بخنشلة الهوى، أو ألطم بشعبنة الرونق. أيش شعبنة الرونق؟ سؤال ثاني أفضل من هذا بدل ما ندخل لنا في ذنوب. يفرق بين اللطم باليد واللطم بالحديد في الأجر؟ نعم، اللطم بالحديد أن تفجر ظهرك كلما خرجت دماء. كلما خرجت. هناك أيضا هناك لطم بالأوالي، وهذا أعظم مرتبة، كما جاء في حديث الحسن بن عبد السعد عندما قال: من لطم بالققاح، ولكن لم يكنوا يعلموا ايش معنى الققاح، وهي الآلي، وهي الآلي نعم، أو بالققيح يعني المسدس. الققيح أقل. الققيح أقل. بالققاح أو بالققيح؟ الققيح المسدس. جزاؤه؟ جزاؤه الجنة دون حساب والعقاب. يا لله يا لله. نعم.